السلام عليكم خوتي، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نتعرفوا على لا جي تي دي جولف سيت. الجولف سيت خرجت في 2012 ولكن حققت واحد النجاح كبير بزاف في السوق المغربيه. اكيد هادشي راجع كامل للديزاين ديالها واللوك ديالها لي اغريسيف والموتوريزاسيون ديالها لي بويسون. هادي اللي عندنا جي تي دي الموتوريزاسيون ديالها 184 شوفو، ولكن راها ستاج 1 وصلت لا شوفو دين ديالها 214 اللي كيعطيها واحد لا فورس كتوصل حتى ل 500 نيوتن متر في الكوبل ديالها. هاد لي ديمونسيون كاملين بارابور ا الفوليوم ديالها واللي سايز ديالها كبلاتفورم نقدروا نقولوا صاروخ فوق الارض صراحه. فوالا شوفوا الكابو ديالها اللي فيه الايروديناميزم اللي كيعطيها واحد لوك اغريسيف اللي جا في تناسق كبير مع لي زوبتيك ديالها اللي فيهم ماتريكس. يعني هاد التقنيه هادي تاع ليد اللي جات في تناسق كبير ايضا مع الكالندر ديالها اللي فيها الطاك تاع جي تي دي. وشوفوا الباد كيس ديالها ولا ديفيوزر اللي في الايروديناميزم كيساهم في لا فيكسيبيليتي تاع الطوموبيله. شوفوا لي تريونغل ديالها اللي فيها دوك لي زوفورتور كيتساهم في لو روفراديسمون ديال لو سيستيم دو فريناج اللي جا فران ديسك وفي تريد فران جا احمر. جا 5 دوبل برونش لي رو ديال لي جون تاع 17 صراحه هاربه بزاف اون اليمينيوم. شوفوا الطاك تاع الجي تي دي لي روتروفيزور جاو ريغلابل الكتريك فيهم هاد لاسيل ليمينوز اللي تعطي واحد اللوك لي زوين بزاف. الايروديناميزم حاضر في البروفيل ديالها واللي فيتخ ديالها اللي جاو شادو هذا واعر بزاف كيعطيك البريفايسي كباساجي ديال جلس في اللور. نجي نشوفها من اللور. حاجه واعره بزاف من اللور، اهم حاجه كتاتيريك هما لي ديفيوزور سيستيم ديكزوست ديالها اللي كيعطي واحد الصوت صراحه واعر بزاف اللي جا في شكل سبور كيف ما كتشوفوا. ايضا لا جي تي دي شوفوا لي زوبتيك لي فو اغيير فول ليد فيهم واحد لاسيل ليمينوز ديناميك. الكفر ديالها الفوليوم ديالو فوالا 360 اترو كبير ساتوري ساتيسفي تاع العشير تيلعب الكره. هادشي واعر بزاف فوالا. شوفوا السبويل ديالها اللي جا ميني سبويل والني سبور اللي كيعطي الطوموبيله لا فيكسيبيليتي توتال في الطريق. وهادشي واعر بزاف. معايا عندك هاد لو نوار هذا اللي جا كرومي جا بيانو بلاك هنايا وجا كرومي بوني ديالها اون كروم. فوالا سنتراليزاسيون هذا عاوتاني الكوموند تاع لي فيتر تاع لي روتروفيزور. فوالا عندك لي فيتر الكتريك تشد دي بيانو بلاك الكانتارا سيستيم سونوريزاسيون يعني حاجه اكسترا. اجي نشوفو الداخل ديالها. فوالا لي سيلغي ديالها جاو اون كوير ريغلابل مانيولمون. الفولون ديالها اجي نشوفوها. يا سلام الطوموبيله من الداخل واو. الفولون ديالها جي تي دي جا في هاد الشكل الرياضي جي تي دي صراحه ملتي فونكسيوني باليت بلوس باليت موان حيت عندنا بواط فيتاس دابا ندويو عليها اوتوماتيك شي حاجه هاربه اخوتي. عندك شوفوا لورديناتور دو بورد. يا سلام اخوتي وحق الرب واو نتبناها لاي واحد. فوالا اجي نشوفوا الانترفاس ملتي ميديا عندها ان اكرون تاع الوي بوز ملتي فونكسيوني. عندك لو مود دو كوندوي عندك دي مود دو كوندوي عندك انديفيديوال عندك انديفيديوال وعندك نورمال وعندك ديناميك وعندك سبور شي حاجه اكسترا. تمام شي حاجه اكسترا. اجي نشوف الكونسول سونترال عندك كليماتيزاسيون نيميريك دي سباس دو رونجومون. فوالا عندك البواط فيتاس اوتوماتيك هنايا كوب عندك الكوب هولدر حدا الهاند بريك اوتو هولد يعني فوالا لا كودوا جا في هذا الشكل هذا في دي سيغ بيكو بالابيض دي سباس دو رونجومون كاين فيهم. فوالا شوف جا هكذايا عندك هنا بيانو بلاك كرومي لي زيرباك فرونتو لاديرو كونديكتور اي باساجي شي حاجه اكسترا. انت توا بانوراميك غادي نشوفوه دابا من اللور. فوالا من اللور تبارك الله واعره بزاف. عندك توا بانورامي اللي كيعطيك واحد الفيو اللي اميزين صراحه في هذا التيب في هذا الكاتيجوري تاع الطوموبيلات. فلاكو دوا
سونترال عندك هنايا ان سورتي ديال الكليماتيزاسيون حاجه مزيانه. حتى لي تيلغي ديالها اللورانيين عندك فيهم انا كودوا سونترال فوالا فيه كوب هولدر حاجه مزيانه. دابا فهمتي كنصور في المغرب داكشي علاش كاين الظلام كوميم. طوموبيله سباسيوز والله العظيم عجبتني بزاف اخوتي نتمناها لاي جون فيكم. فوالا سي لا جي تي دي غولف 7 يو نتمنى من الله ان شاء الله تجي الويت ونصوروها لكم حاجه زوينه. وان شاء الله سون غادي نصور لكم سيات ليون اف ار حاجه اكسترا عاوتاني. السلام عليكم نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ما تنساوش سبسكرايب عشان يكون تيموتيفينا بزاف.